تصريحات من القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم. يقوم اليوم اتحاد الإمارات لكرة القدم بتقديم الدفعة الثانية للمساعدات في ظل جائحة كورونا لست دول. اليوم نحن الغرض من هذه المساعدات كما ذكرنا سابقا أن استمرارية كرة القدم ودور دولة الإمارات اللي تلعب في شتى المجالات لدعم الدول المتضررة ولتقديم المساعدات دائما. فاليوم من واجبنا كأي قطاع في دولة الإمارات القطاع كرة القدم واتحاد الإمارات لكرة القدم بدعم هذه الدول ودورنا نحن في الاتحاد الدور اللي تلعبه دولة الإمارات في آسيا لابد منا أن يكون لنا دور كبير لاستمرارية هذه اللعبة ولتقدمها. ونحن دائما من هذا المنظور والنهج اللي تقوم عليه دولة الإمارات في جميع المجالات يقوم عليه أيضا اتحاد الإمارات لكرة القدم. بالعكس هذه خطوة مباركة وهذا دليل على تحسن الوضع في دولة الإمارات بشكل عام، وإن شاء الله نحن نتأمل في المرحلة القادمة عودة الجماهير إلى الملاعب. نحن القيادة الرشيدة دائما علمتنا نطمح للمركز الأول في جميع المجالات، فلا بد منا أن تركيزنا نحن اليوم كمسؤولين في قطاع كرة القدم أن التركيز على الوصول إلى النتيجة اللي تتأملها القيادة والثقة اللي أعطونا إياها. اليوم الرياضة هي لغة تتحدثها جميع الدول، صح أن ممكن اللغات تختلف من دولة إلى دولة، لكن الشيء الوحيد اللي يجمعهم دائما هي الرياضة. فكرة القدم جزء من الرياضة اللي نحن نشوفها أنها تساهم بشكل كبير بالتعاون وبتقريب الدول لبعضها. فاليوم نحن في لجنة العلاقات الدولية اللي أنشأت في اتحاد الإمارات لكرة القدم الدور الرئيسي هو تقارب هذه الدول وأن نبني العلاقات مع دول أكثر وأكثر في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد. طبعا بخصوص المرحلة الأولى تم إرسال المساعدات الطبية إلى 6 دول حسب ما ذكرنا سابقا. تم استلام هذه المساعدات وكان في إشادة سواء كان من الاتحادات اللي كانت مستلمة هذه المساعدات من ضمن مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأيضا كان في إشادة من الاتحاد الأسيوي ومتابعة من الاتحاد الدولي. كان في الحمد لله ردود فعل إيجابية من قبل الدول هذه، كان في أيضا تجاوب من قبل دول خارج القارة لأيضا الاستفادة من هذه المساعدات، وإن شاء الله هناك مرحلة قادمة ستتضمن هذه الدول ولله الحمد. هناك طبعا مراحل سنمر عليها من خلال هذه المبادرة، خطة موضوعة. عندنا اليوم أيضا 6 دول جديدة انضمت إلى المبادرة هذه، تم التواصل معها ولله الحمد كان في تجاوب من طرفهم إلى أن هذه المساعدات سترسل إن شاء الله اليوم، وهناك متابعة وإشراف من مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد. وأكيد اليوم هذه المبادرات تجسد الرؤية والدور الإنساني اللي تقوم فيها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك نحن أيضا اليوم نقوم بالعمل الإنساني هذا لتجسيد هذه الرؤى من خلال مجال الرياضة وكرة القدم. طبعا تأتي هذه المبادرات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعزيز العمل الإنساني، واليوم نحن نعمل بذلك من خلال هذه المبادرة، وإلنا إن شاء الله أيضا مبادرات أخرى خلال إن شاء الله العام والعام القادم، وأكيد نحن بنكشف عنها في الأيام المقبلة إن شاء الله.